السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير جايبين لكم سماعة ريج 500 برو من شركة بلانترونيك، فما بيطلع لكم اكثر من كذا واخليكم مع الفيديو. زي ما نشوف يا جماعة الخير، عندنا هذه السماعة من شركة بلانترونيكس اللي هي الريج 500 برو، سماعة جيمنج رهيبة صراحة، من أفضل شركات البلانترونيكس في صناعة السماعات. طبعا السماعة هذه تنفع اللي هي 500 برو وال 500 برو للإكس بوكس والبلاي ستيشن 4 والبي سي. طبعا قيمة السماعة هذه ما يقارب 60 دولار ممكن أو 70 دولار. سماعة اي او اكس، طبعا دائما سماعات الاي او اكس لا تدعم الصوت المحيطي 7.1، لكن دائما بالعاب بلاي ستيشن او اغلب العاب بلاي ستيشن ما هم مستخدم النظام هذا. فحتى لو استخدمت النظام ستيريو او النظام اللي هو 5.1 ما عندك مشكلة، شغال زي الحلاوة. طبعا مواصفات هذه السماعة فيها 50 ملم درايفرز وبها نويز كانسليشن، يعني النويز كانسليشن تشيل الازعاج من الميكروفون. راح نجرب الميكروفون ان شاء الله ووريكم هل هو صحيح الكلام ذا ولا لا. وفي هنا خاصيه تقول اذا قلبت الميكروفون اللي هو هذا هو راح يكون ميوت. هذه مواصفات السماعه اللي يبغى يشوفها. هذه المواصفات، اذا تبي توقف الشاشه وتشوف المواصفات هذا شيء راجع لك للمهتم للسماعه. فنفتح الصندوق حق السماعه وبسم الله. طبعا السماعة يا جماعة الخير متوفرة في امازون، متوفرة عندنا محليا مثلا من الاسواق هذه جرير واكسترا والاشياء هذه تحصل عندهم السماعة. بسم الله. اول شيء عندنا طاحة الكتيبات يا جماعة، جاي معنا المانيوالز الكتيبات اللي ما حنستخدمها. هذا هو الميكروفون، الميكروفون ينفصل تشوفونه زي كذا، هذا رهيب زي الهايبر اكس تقريبا. هذه هي عندنا السماعة. طبعا انا سويت فتحت السماعة قبل ما اصور عشان اشوف المحتويات الجاية معها. هذه هي السماعة، نشوف كرفس عليها. هذا هو شكل السماعة. طبعا السماعة شكلها رهيب مرة صراحة. بالواقع تقدر تفك السماعة بكل بساطة، مثلا انت راسك مثلا حجم ما شاء الله كبير تفك هذه السماعة بكل بساطة وترجعها مثلا، خلاص رجعت. طبعا فيها هنا قطعة بلاستيك هذه، او تقريبا كأنها بلاستيك مقوى، وفيها قطعة قماش هذه عشان الراس عندك تكون زي المغاط كذا، لو حركت الراس ما في اي اثر، او ما في اي اثر، ما في اي الم، او ما في اي شيء. طبعا السماعة زي ما قلنا ما هي 7.1 او محيطية، اللي هي 5.1. السماعة تجي من هنا جلد، وتجي من جوا هنا زي المخمل. السماعة صوتها جدا حلو صراحة، من افضل، يعني ما اقول من افضل السماعات يعني، لكن من افضل السماعات متوسطة السعر. طبعا هذا تمت زي كذا ما عندك اي مشكله، فليكسبل يعني ما راح تنكسر معك. هذا هو جاي معاه السلك حقها اللي هو الاي او اكس، انا فاكه زي ما قلت لكم قبل الفيديو عجزت ارجعه صح، عندي مشكله. حتى شوف حتى سلك الاي او اكس حقهم يا اخي دلع، شوف شكله كيف. طبعا من هنا لو تشوفون هذا كلمه صار لي اسوي الفوكس هنا، يا فوكس يا شيخ الفوكس مو راضي، لكن هنا زي ما تشوفون هذا يتحرك، ترفع الصوت وتنزل، ترفع وتنزل على راحتك. وعندك هنا من الجهة الثانية، طبعا في الجهة هذه تشبك في السماعة، هذا هو مكانه. حلو، هذا المكان. وفي عندنا هنا الثاني اللي هو هنا بتاع الميكروفون، بس نفكه من الكيس حقته. حتى الميكروفون حقه شكله رهيب، الحين جوا لكم شكله، صارتكم الكرتون، شوف شكله هذا هو. في كلمة 500 هنا، حتى نفس الميكروفون فليكسبل يعني ما راح ينكسر معك، تحركه يمين يسار. الشيء طبعا من افضل الاشياء اللي اشوف في السماعة هذه يا جماعة الخير، بما ان سلك الاي او اكس والمايك منفصلة، حتى لو قدر الله خرب الميكروفون، حتى شوف الميكروفون يتحرك هذا كذا ميوت، كذا ينفك الميوت. حلو. الكويس في السماعة هذه يا جماعة الخير انه مثلا الاي اكس عندك هذا لو انقطع فانه سلك اي او اكس عادي تبدله باي او اكس وامورك زي الحلاوة. وبرضه عندك هنا المايكروفون لو مثلا طلع عندك خربان او انكسر او اي شيء تحصله في الامازون يباع لوحده زي الهايبر اكس بالضبط.
هذه السماعة يا جماعة الخير قيمتها زي ما قلت لكم من 60 أو 70 دولار لا أعرف بالضبط، لكن جدا حلوة صراحة، حتى مريحة جدا إذا لبستها، جدا مريحة. معروفة السماعات زي هذه، طبعا للأسف ما فيها ألوان RGB، لكن ما يحتاج إذا هي مثل الصوت حقه رهيب ما يحتاج ألوان RGB والخرابيط هذه. زي ما قلت لكم طبعا جدا رهيبة جدا، حتى شو لو حطها على ستاند توريكم شكلها كيف، يعني حتركبتها بستاند يا أخي رهيبة رهيبة مرة. سوريكم شكلها على ستاند كيف، يعني صراحة ركبة صح، شوف تضغط هذه ينزل معك مثلا لو راسك طويل ما عندك أي مشاكل. حتى شكلها هنا شوف التصميم هذا حقها اللي هنا جدا صراحة رهيب شكله، لو هذا جدا رهيب، تحسسك انه حق يعني هارد كور جيمينج او شيء زي كذا. وهذه الحركات اللي هنا عشان تكبرها لواحد اثنين ثلاثة على حسب مقاس راسك تحطها. وفيها الجولد هذا الخط ذهبي ذا رهيب صراحة، في شيء جنبه كأنه كاربون فايبر، لو تشوفونه هنا كأنه كاربون فايبر. شوفوا جدا رهيب السماعة، أعطونا رأيكم فيها وما بيطول عليكم أكثر من كذا يا جماعة الخير، وأخليكم مع صوت السماعة قبل أن ننهي الفيديو. 2000 years later. طيب يا جماعة الخير، هذا هو صوت السماعة بدون أي تعديلات، بدون أي برامج، بدون أي شيء. هذا هو صوت السماعة بدون أي تعديلات، بدون أي شيء. طيب يا جماعة الخير، أعتقد إلى هنا يا جماعة الخير ننهي الفيديو. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة. صوت للفيديو او صوت للسماعه هذه تستحق للشراء او لا، اكتب لي في الكومنت. بالنسبه لي اعتقد انها سماعه جدا رهيبه وجدا مريحه وتستحق الشراء، حتى قيمتها جدا حلوه مقاربه سعر السماعات الاخرى. فما بيطول عليكم اكثر من كذا، كان معكم باسم من قناه سوكا، السلام عليكم.